بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم جميعا بكل خير. احتفال مصر بعيد المولد النبوي الشريف، وأقامت وزارة الأوقاف كما العادة احتفالية ضخمة بتشريف وحضور رئيس الجمهورية والإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، ولفيف من كبار رجال الدولة والدعاة في مصر وفي الدول الإسلامية الصديقة. احتفالية كانت تليق بهذا اليوم الذي نحتفل به سنويا، ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بنتلمس الطريق ونعيد ترتيب الأوراق ونضع البوصلة التي نهتدي بها في زخم هذه الحياة. وسط اختلاط الأوراق بيأتي هذا اليوم ليعيدنا جميعا إلى هذه البوصلة التي نهتدي بها صوب الحق والحقيقة. النهاردة الحقيقة الاحتفالية كانت رائعة متكاملة، فيها روحانيات حقيقية بتحيط بالمكان. كان في كلمات صادقة من القلب، في تعليقات صادقة أيضا، هناك حالة من حالات الصدق مع النفس، وهناك حالة من حالات التجرد الحقيقي. النهاردة الاحتفالية كانت مغايرة وكانت مختلفة. بدأت الاحتفالية بكلمة لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، والحقيقة طاف بنا الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف برشاقة لغوية وخواطر دعوية، وقال ضمن ما قال: إن الله جميل يحب الجمال. وخرج كما يقول الدكتور الأزهري: نخرج بشعار ليتجملوا، إذن فليعمروا الحديث عن العمران، وليصلحوا الحديث عن الإصلاح، فليفرحوا الحديث عن الفرح والسعادة، فليحبوا فليتخلقوا فليفكروا فليتجملوا، هذا هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يوم مولده. ده كان كلمة وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وياريت بس نسمع بعض هذه الشذرات الدعوية. إن الله جميل يحب الجمال، فنخرج بشعار: فليتجملوا، إذن فليعمروا، فليصلحوا، فليفرحوا، فليحبوا، فليتخلقوا، فليفكروا، فليتجملوا، هذا هو سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يوم مولده الشريف. ثم تحدث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بحديث مس شغاف قلوبنا جميعا، وتحدث عن حضارة الإسلام، تحدث عن تعليم الإسلام فيما يخص القتال وضوابط القتال، وإنه المسلم لا يقتل ولا يقاتل إلا دفاعا عن نفسه. وقال ضمن ما قال فضيلة الدكتور أحمد الطيب: ما أظنني في حاجة بعد ما سمعناه في شأن الحرب في الإسلام، وهو قليل من كثير، إلى عقد مقارنة أو مناظرة بين الحرب في شريعة الإسلام ونموذجها الإنساني الرفيع، وبين الصورة البشعة للحرب الحديثة في القرن 21، والتي آل أمرها إلى إبادات جماعية ومجازر همجية وجرائم منكرة ترتكب ضد شعوب مضطهدة، تخلى عالمنا القوي المتحضر عن نصرتها والوقوف إلى جوارها، وصمت صمت القبور عن آلامها وصرخاتها، ثم راح يشمر عن ساعد الجد ليتصدق على هذه الشعوب البائسة بكلمات عزاء فارغة لا تقول شيئا، أو بمشاعر باردة تذكر بمشاعر القاتل الذي يمشي في جنازة قتيله ويتقبل عزاء الناس فيه. المقارنة في هذا المقام مضللة ومزيفة لكل نتيجة
تنتجها مقدماتها. نستمع إلى فضيلة الإمام. ما أظنني في حاجة بعدما سمعناه عن شأن الحرب في الإسلام وهو قليل جدا من كثير جدا، ما أظن أننا في حاجة إلى عقد مقارنة أو مناظرة بين الحرب في شريعة الإسلام ونموذجها الإنساني الرفيع ومنذ القرن السادس الميلادي، وبين الصورة البشعة للحرب الحديثة في القرن الواحد والعشرين، والتي آل أمرها إلى إبادات جماعية ومجازر همجية وجرائم منكرة ترتكب ضد شعوب مضطهدة تخلى عن نصرتها نظامنا العالمي القوي المتحضر. فقد صمت صمت القبور عن آلام هذه الشعوب وصرخاتها، ثم راح يشمر عن ساعد الجد ليتصدق أخيراً على هذه الشعوب البائسة بكلمات عزاء لا تقول شيئاً، أو بمشاعر فاترة لا تختلف كثيراً عن مشاعر القاتل الذي يمشي في جنازة قتيله ويتقبل عزاء الناس فيه. فالمقارنة في هذا المقام مضللة ومزيفة لكل نتيجة تنتجها مقدماتها. ثم تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلمة كانت تربط بين ما قاله وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وما تفضل به فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، وكان هناك ربطاً واضحاً بين مقاصد الشرع وبين الواقع الذي نعيشه، بين التحديات، بين الأهداف، بين الأمال، بين الطموحات. قال السيد الرئيس ضمن ما قال: لا شك أن مهمة بناء الإنسان وتكوينه وإعداده مسؤولية تضامنية وتكاملية تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية والشبابية والإعلامية، ومن قبل كل ذلك الأسرة، لنبني معا إنسانا قويا واعيا رشيدا يبني وطنه في مختلف المجالات، ليكون قدوة ونموذجا حسنا لتعاليم دينه، إنسانا صاحب شخصية قوية سوية قادرة على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات وبناء التقدم والحضارة والعمران. النهاردة الحقيقة سيادة الرئيس ركز بشكل واضح على بناء الإنسان، بناء الإنسان ثقافيا وفكريا وعلميا وصحيا ودينيا، وتحدث الرئيس عن أهمية بناء الإنسان بناء متكامل، أهمية اللغة العربية التي تعد هي وعاء الهوية الوطنية والدينية. تحدث الرئيس بحديث واضح: لماذا 2 مليار مسلم هكذا في تراجع؟ لماذا فشلت كل هذه الدول في مجابهة مشاكلها وتحدياتها والمظالم اللي بتتعرض لها نتيجة الضعف والهوان الذي وضع فيه الإنسان المسلم نفسه ربما دون أن يدري؟ نستمع إلى جزء من كلمة السيد الرئيس. ولا شك أن مهمة بناء الإنسان وتكوينه وإعداده مسؤولية تضامنية وتكاملية تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية والشبابية والإعلامية، ومن قبل كل ذلك الأسرة، لنبني معا إنسانا قويا واعيا رشيدا يبني وطنه في مختلف المجالات، ليكون قدوة ونموذجا حسنا لتعليم دينه، إنسانا صاحب شخصية قوية سوية قادرة على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات وبناء التقدم والحضارة والعمران. كانت أيضا من أهم اللفتات التي تعكس أصالة هذه الدولة وأصالة هذه المؤسسة الدينية العريقة وتوجه بيرسيه وسنة بيستنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي ألا ننسى الكرامة بيننا، ألا ننسى هؤلاء الذين أجادوا وعملوا وأخلصوا وجدوا واجتهدوا. لذلك كان هناك تكريم لبعض
كبار الشخصيات الدعوية، حيث تم تكريم الدكتور شوقي علام مفتي الديار السابق والعالم الجليل والرجل الذي أحبه الجميع. تحية من القلب للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق والعالم الجليل الذي كرمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. أيضا الشيخ سامي محمد متولي الشعراوي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، والشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الدكتور هشام عبد العزيز أحد قيادات وزارة الأوقاف ومن الشباب الواعد الصاعد الذي ينتظر مستقبل باهر، لأنه في الحقيقة بيعكس سلاسة في الإدارة، خدمة الدعوة بتجرد وتواضع، خادم لدعوته وخادم لما يعني يطلع به من مهام. المهندس مجدي عبد الله محمد أبو عيد مدير عام بوزارة الأوقاف، الدكتورة فاطمة عنتر محمد بدري واعظة في وزارة الأوقاف، وهناك أيضا تم تكريم شخصيتين من خارج مصر، الشيخ زمير ركيف رئيس مجلس العلماء بجمهورية قزغيزستان، والشيخ عبد القادر شيخ علي إبراهيم وزير الأوقاف السابق في الصومال الشقيق. الرئيس وهو على المنصة وجه تحية إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق والعالم والمفكر الجليل، وقال له بشكل واضح الدكتور مختار جمعة شكرا شكرا شكرا. هذه هي السنة أن نقول، لأنه لن يشكر الله من لم يشكر الناس، سنة حسنة ألا ننسى الكرامة بيننا. لذلك إن شاء الله في